ولمناقشة استمرار انتهاكات القوات الأمنية والميليشيات في العراق ضد المدنيين والنشطاء التي رصدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، كما وينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. دكتور أيمن، أستاذ لبيد، مرحبا بكما. نبدأ مع دكتور أيمن، أصدرتم في قسم حقوق الإنسان تقريرا عن انتهاكات القوات الأمنية والميليشيات في العراق ضد المدنيين والنشطاء، هل ما رصدتم يعد سياسة للقوات الأمنية والميليشيات دكتور أيمن؟ تحية لك أخي الكريم وللضيف المشارك والمشاهدين جميعا. الحقيقة هذه يعني ما تم رصده في التقرير هو يعني قطرة من بحر الانتهاكات التي يتعرض لها العراقيون طوال السنوات 18 الماضية. وهذا يدلل على أن ما يجري في العراق من قتل خارج القانون واعتقال واختفاء قسري وغير ذلك من المحاور التي تتناول مسألة حقوق الإنسان هي مسألة شائعة، مسألة يعني الحقيقة مسألة متكررة ليست فردية، هي حالات واسعة طالت مئات الآلاف من العراقيين. نتحدث هنا عن جرائم القتل خارج القانون فقط، لدينا عشرات الآلاف من الحالات التي تم توثيقها خلال المدة الماضية. هذا كله يدلل على أن ما يجري هو نهج سياسي في التعامل مع المعارضين لحالة المحاصصة الطائفية والحزبية التي تقوم عليها حكومات أو التي قامت عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم، وحتى من ظن أن حكومة الكاظمي التي جاءت وأخذت العهود قطعت العهود على نفسها في الحد من الانتهاكات وإنصاف الضحايا، لم يعني لا تزال أو ما تزال هي عاجزة أو متقاعسة أو غير راغبة في إحقاق العدالة في هذه الملفات. فهذا كله يدلل على أن ما يجري في العراق هو سياسة مخطط لها يجري تنفيذها. الطرف الذي يدفع ثمن هذه السياسة هم المدنيون في العراق، وطبعا بمختلف الأعمار والذكور والإناث، الجميع مستهدف ومستهدف بوحشية بأساليب سادية، أساليب وضيعة حقيقة. طيب، تنم عن صفة المرتكبين، وهذا أيضا يدلل على أن ما يجري في العراق هو سياسة فعلا في باتجاه يعني ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين. طيب في العراق. سأعود إليك دكتور، ولكن أنتقل إلى الأستاذ لبيد. أستاذ لبيد، دكتور أيمن يقول الانتهاكات التي تجري في العراق هي سياسة مخطط لها، هنا مع تزايد الانتهاكات من قبل القوات الأمنية والميليشيات، السبب عن هذا التصعيد اللافت للانتهاكات المتمثلة في على سبيل المثال الحصر في الاعتقالات العشوائية وقمع التظاهرات بالرصاص وقتل المتظاهرين خلال العامين الأخيرين، لماذا تمارس الحكومة والميليشيات هذا التصعيد أستاذ لبيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك وللسيد ضيفك الكريم من عمان ولجميع المشاهدين والمشاهدات. نعم. العنف الحكومي والميليشياوي نعلم جميعا أن هذا العنف ضد المواطنين لا سيما الناشطون لم يتوقف منذ زمن، يعني منذ أكثر من 15 سنة، لكنه منذ نحو عامين كما تفضلتم اتخذ منعطفا خطيرا ولافتا. نعم. لماذا؟ ما الذي تغير؟ العملية السياسية بالحقيقة بكل مكوناتها السياسية والأمنية وكذلك الميليشياوية، باعتبار الميليشيات تعد أحد أهم الأدوات القمعية للأحزاب المشاركة في العملية السياسية. هذه المكونات السياسية، مكونات العملية السياسية أصبحت منذ عامين تحت تأثير
هاجسين مخيفين وخطيرين. نعم. الهاجس الأول له علاقة وصلة بعزوف الناس عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل نحو عامين. نحن نعلم بأن نسبة المشاركة تبين فيما بعد بأنها أقل من 20%، رغم أن الجهات الرسمية أعلنت بأنها بحدود 40%، وهي أيضا نسبة جدا متراجعة. لكن المصادر المؤكدة من لجنة الانتخابات نفسها كشفت أن النسبة الحقيقية حوالي 18%، وهذا يعني أن أكثر من 80% من الشعب العراقي عازف عن المشاركة بالانتخابات، وهذا معناه أنه رافض للعملية السياسية كلها. وهذا الرفض قد يترجم متى لا يعلمون متى يترجم إلى ثورة أو إلى انتفاضة. وهنا نأتي إلى الهاجس الآخر المرتبط بانتفاضة تشرين المجيدة وهي مستمرة أيضا. هذه الانتفاضة في الحقيقة يعني اكتسحت المناطق وسط وجنوب العراق، وكانوا هم يعتقدون أن هذه المناطق مصوغرة مثل ما يقول العراقي، لكنه قامت وانتفضت بزخم عال واستهدفت الرموز التي يقدسونها، لكن خصوصا الرموز الملالي إيران. نعم. وحرقت مقرات الأحزاب وإلى آخره. فهذان الهاجسان هم اللذان يدفعان الحكومة بأن والميليشيات بشكل خاص إلى أن يتحولوا إلى بهذا الشكل، العنف المسعور ضد الناشطين وضد وابتزاز أهاليهم إلى آخره. طيب أستاذ لبيد، سأعود إليك في وقت لاحق، أنتقل إلى الدكتور أيمن. دكتور أيمن، التقرير الذي أصدرتموه لم يقف عند انتهاكات الميليشيات ضد النشطاء والمتظاهرين، أيضا وثقتم الانتهاكات التي يتعرض لها سكان المدن المنكوبة. هل ما وثقتم يرقى لجرائم بموجب القانون الدولي الإنساني دكتور؟ أخي الكريم، قطعا هذا الأمر يعني هو حقيقة الجرائم وفق القانون الدولي الإنساني تصنف إما جرائم وإما جرائم جسيمة. فإحنا تعدينا في العراق مسألة الجرائم إلى الجرائم الجسيمة. لماذا؟ لأن ما يحصل هو يحصل على نطاق واسع، وهو في بداية الأمر هذه المحافظات استهدفت. استهداف هذه المحافظات هو مسألة تخرق القانون الدولي الإنساني، لأنه عندما تقوم بأعمال عسكرية وأنت تعلم أن هنالك خسائر بشرية كبيرة وتدمير يعني للمدن سيكون حتمي في من جراء تلك الهجمات، فهذا بحد ذاته هو يعد يعني جريمة، حقيقة جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي الإنساني، لا سيما استهداف المدنيين بشكل مباشر وبشكل متكرر وبشكل متعمد، والقتل العمد هذا يعني منع المواطنين من حماية أنفسهم وعجز الحكومة أو تقاعسها عن حماية المواطنين أو توفير الحماية للمدنيين. هذا بالمقابل ماذا يعني؟ يعني استباحة لدماء الأبرياء وحماية للمرتكبين، لأنه لم يعني حتى الأمم المتحدة تعترف وهي المجاملة حقيقة لحكومات الاحتلال المتعاقبة، لكنها في هذا الملف لا تستطيع إلا الاعتراف بأن الجنات يتمتعون بإفلات مطلق، إفلات تام من العقاب. في العراق لا يوجد أي محاسبة فضلا عن معاقبة للمرتكبين، وهذا الشعور هو الذي يؤدي إلى المزيد من الجرائم والجرائم الوحشية والجرائم النكراء، حتى زادت الوتيرة ليست فقط بأعداد الجرائم ولكن حتى بطبيعتها، وهذا كله مرده إلى الإفلات التام أو المطلق من العقاب الذي يجري في العراق. طيب. فهذا كله أخي الكريم هو وفق القانون الدولي الإنساني، هو اختراق يعني خرق واضح لهذه القوانين، ويعني الحقيقة على نطاق واسع يوجد خرق للقانون الدولي. نعم.
ويوجد أيضا يعني تعمد في الـ الـ في هذا العمل، وعدم الاكتراث حقيقة للردود الدولية المتواضعة حقيقة تجاه ما يجري في العراق من مستوى جرائم كبيرة. لكن مع ذلك هو الحكومة يعني لا تكترث ولا تلقي بالا للمواقف نعم الدولية المتفرقة هنا وهناك. أنتقل نعم. الأستاذ لبيد، أستاذ لبيد، ما دمنا نتحدث عن المدن المنكوبة، يعني هنا ما الأهداف التي تقف وراء ارتكاب الميليشيات انتهاكات تصنف على أنها جرائم إنسان ضد الإنسانية ضد مدنيين؟ هؤلاء المدنيين يريدون العودة لمنازلهم أو يسكنون منازل دمرتها العمليات العسكرية وبالتالي يطردون منها، ما السبب ومن وراء ذلك أستاذ لبيد؟ يعني بشكل مباشر أقول لك أن هناك سببان أساسيان وراء هذه الأعمال الإجرامية. السبب الأول يتعلق بمسألة طائفية، يعني هذه الميليشيات ميليشيات طائفية، والكراهية والحقد الطائفي يعني يتكثف في داخل هذه وثقافة هذه الميليشيات، وهي بالأساس تكوينها طائفي وبنيتها طائفية وأهدافها طائفية ورسالتها طائفية، لذلك فهي تمارس طائفيتها بهذا الشكل، ويترجم هذا العمل الطائفي يترجم بهذه الطريقة العشوائية عن طريق القتل أو عن طريق الإذلال عن طريق الانتهاكات، استباحة المناطق والمخيمات التي يسكنها اللاجئون والمهجرون. هذه واحدة من الأسباب. السبب الآخر هو سبب إذا مالي، سبب اقتصادي. نحن نعلم بأن هذه الميليشيات بالإضافة إلى الرواتب التي يتقاضاها أفراد هذه الميليشيات، فهم يتمتعون أيضا بامتيازات أخرى تتعلق بما يسمونه الغنائم، لأنه كلما حصلوا إذا هاجموا تحت أي طائلة يعني أو تحت أي حجة من الحجج، هاجموا بيتا بحجة وجود مشتبه به إلى آخره، يقومون بنهب الأموال التي يعني يحصلون يجدونها في هذا البيت، وهذه الأموال يتقاسمونها فيما بينهم، وهي تشكل غنائم أو تشكل مصدرا مغريا لأفراد الميليشيات. لذلك من مصلحة جميع هذه أفراد هذه الميليشيات أن يبقى السكان تحت سطوتهم، يعني تحت يعني تطالهم أيديهم، ويعني وبذلك بالحقيقة يحققون مآربهم الطائفية ومآربهم المالية. وهناك طبعا ما يساعد على هذه المسألة هو ما أشار إليه الدكتور أيمن، صمت الحكومي أولا، والصمت الدولي أو عدم مبالاة، عدم اهتمام المنظمات الدولية بهذه الانتهاكات، رغم أن العالم يعرف بالأرقام وبالصور وبالصوت والصورة، يعرف حجم هذه الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات بشكل مستمر وبشكل يومي ضد الناس. طيب دكتور أيمن، وثقتم أيضا في تقريركم ظاهرة استهداف منازل النشطاء وذويهم. استهداف النشطاء بهذه الطريقة من استخدام كواتم الصوت للسلاح وأيضا قتل واختطاف أهل النشطاء يذكرنا بجرائم فرق الموت، لكن السؤال المطروح هنا هل التاريخ يرجع بالعراق إلى الخلف من خلال هذه الممارسات دكتور؟ أخي الكريم، هذه الممارسات هي ممارسات منهجية، ممارسات اعتادت حكومات الاحتلال المتعاقبة على ممارستها تجاه معارضيها، بغض النظر عن طائفة المعارض أو يعني عرقه أو حتى دينه. فبالنتيجة هو هذه ممارسة منهجية يجري تنفيذها، يجري التخطيط لها. حقيقة يعني الأمر في العراق كأنما الوقت توقف بعد 2003، وحتى اليوم الحياة توقفت، مظاهر الحياة معدومة في العراق بشكل كبير في المحافظات المنكوبة، ولا سيما في المحافظات المنكوبة. هذا كله يعني ليس عبثا حقيقة، هذا الأمر يحدث في هذه السنين العجاف التي عاشها العراقيون
وفي ظل حكومات يعني قائمة على محاصصة طائفية مقيتة، حكومات فاسدة، حكومات فاشلة، حكومات لم تحقق أي يعني مسألة تنموية للبلد، هي بالعكس يعني الأمور على جميع الصعد حقيقة في تراجع وانحدار كبير، يعني حتى على جميع الصعد، لا نستثني أي محور أو أي صعيد من الصعود الحياتية. هذا كله يعني ليس عبثا أن يكون هذا الأمر يحدث في العراق ويستمر ويتجذر ويتفاقم، ويراد له حقيقة هذه الممارسات تذكير الناس بالمآسي التي يعني كانت حقيقة في مناطق مختلفة، لكن الفاعلون نعم دكتور. هو نفس الطرف، لأنه الكل يعمل بترخيص من الحكومة أو بغض النظر من أو بغطاء رسمي من قبل الحكومة، والمدنيون هم الذين يعني هم الضحايا في جميع يدفعون الحالات. الثمن دكتور. نعم ويعني نعم 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 دكتور، أنا آسف ولكن لضيق الوقت، كان معنا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكما.